بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أعتذر لكم بس على انقطاع البث وراح أكمل معكم، لأن بصراحة أنا قاعدة، أنتم تدرون أنا ما عندي سوشيال ميديا، وقاعدة أنقل الحين من تليفون أحد الناس المحترمين، مهندس يشتغل معي اسمه أبو أحمد، فقال لي أنا أسجل لك، فقلت له أوكي على ما نسوي لنا سوشيال ميديا، وأنتم تدرون ليش ما عندي أكونتات راح أشرحها بعدين. أنا اليوم بس بالبداية طبعا سويت لكم هالمقدمة، بوجه تحية تقدير واحترام لكل الشعب الكويتي بما فيه مغردين رجال النساء الجميع على هذا الكلام الطيب وعلى هذا الدعم الجميل وعلى كل كلمة بل كل حرف انكتب بحقي، لكم كلين كل الشكر والتقدير والاحترام. ثانيا أتوجه إلى وسائل الإعلام جميعا، إلكترونية ورقية أيا كانت، بلا اعتذار، لأن الفترة اللي طافت ما قدرت أرد على ولا تليفون، والأسباب إنه صارت لي حادثة معينة مع أحد الوسائل فوقفت أني أتكلم أو نتواصل، وقلت بعدين إن شاء الله بالندوة الإعلامية معاي راح أشرح كل شيء. المفترض أن الندوة الإعلامية تكون باكر 13/9 مثل ما قلت لكم في إدارة شؤون الانتخابات، لكن للأسف أنا ما حصلت موعد تسجيل، والسبب قالوا لي في زحمة في حجوزات كبيرة للصلاة والأماكن هذه بسبب أنها أفراح، وعسى الله يديم أفراحكم يا أهل الكويت. فمبدئيا انا محصله الحين موعد يوم 17/9. طبعا انا تواصلت مع الصاله وتواصلت مع اليرموك، انتم تدرون هناك تنميه المجتمع لازم ابلغهم ان الموعد مبدئيا راح يكون يوم 17/9. طبعا انا راح اكد على الموعد قبلها بس لان لازم تتخذ اجراءات، اروح الشويخ الصناعيه اللي هي اداره شؤون الانتخابات واكمل اجراءاتي، لكن ان شاء الله راح يكون يوم 17/9. في هذه الندوه راح اتكلم عن كل شيء، راح اتكلم عن ليش انا ما عندي حسابات للحين، ليش انا ما رديت على التليفونات، كل شيء راح يكون واضح، راح اضع النقاط على الحروف مثل ما يقولون. الشيء اللي بقول الحين ان الحساب اللي يتم تداوله لي بالسوشيال ميديا وبتويتر تحديدا لا علاقه لي فيه من قريب ولا بعيد، واعيد وكرر، اذا انا بفتح حساب سواء على تويتر فيسبوك اي لا اي حساب راح اطلع صوت وصوره اقول لكم هذا حسابي، فاي حساب أنا أرجو منكم عدم التعاون معه واعتباره حساب غير حقيقي. الموضوع الأهم اللي أنا طلعت فيه صراحة عشان أتكلم معاكم وأشرح لكم وجهة نظري هو اللي يتداول الآن في بعض وسائل السوشيال ميديا، وبأني أنا أبديت رأيي في قضية وثيقة القيم وقلت كلام، هذا الكلام غير صحيح نهائيا، وأنا أتحدى هذه الوسيلة يا إما أنها تقدم اعتذار وتنزل هذا الفيديو خلال يومين، وإلا سأتخذ الإجراءات القانونية، سأتخذ الإجراءات القانونية وسأطالب بتعويض، لأن هذا من شأنه يأثر علينا في الانتخابات ويأثر على حظوظ البعض. أنا لم أدلي بتصريح بعد إدارة شؤون الانتخابات، لم يعد لي أي تصريح، وأنا قلت لكم اعتذرت من وسائل الإعلام جميعا لأن صار لي موقف، فتوقفت وقلت لا، لا تدلين بأي تصريح إلا أمام الوسائل الإعلام كافة وبشكل علني، حتى لا يتم التحريف أو التأويل أو تغيير المكان ووضع الأماكن في أماكن غير مواضعها الحقيقية. أعيد وأكرر على الصحيفة واللي تناقلوا هذا الخبر بالسوشيال ميديا، وأنا أعرفه تحديدا هذه الجهاز اللي أو الجهة عفوا، يجب عليكم بإما أنكم تنزلون اعتذار وتحطون هذا الفيديو الذي ينفي جملة وتفصيلا ما تداول على لساني، أو أنكم تقدمون الدليل اللي يثبت اني انا قدمت هذا التصريح او توقيعي، البينه على من ادعى. اما بالنسبه لي انا راح اتكلم عن الوثيقه طبعا في الندوه، لكن مبدئيا اقول لكم وبالصوت العالي لا وصايه على الشعب الكويتي. لا وصايه على الشعب الكويتي. احنا مو دورنا نعلم الناس شنو تلبس وشنو تاكل وشنو تسوي. انا احترمت الناس واحترمت حقوقهم، فلا احد يفرض علي التدخل في حريتي الشخصيه. الشعب الكويتي شعب محافظ بطبعه، لكن يرفض الوصاية، وهذا رأيي مقدم. ليش أنا تبنيت هذا النظر وهذه وجهة النظر راح أقولها بالتفصيل في الندوة اللي حتى الآن إن شاء الله راح تكون يوم 17/9، بس أخلص إجراءاتها وأدفع الفلوس وأعلن عنها مرة ثانية، وبشكل خلينا أقول تذكيري للجميع لحضورها، وستكون فقط ندوة إعلامية لكل الصحف دون وضع فيتو على أي صحيفة، والكل يعتبرها دعوة شخصية. أعيد وأكرر لا علاقة لي بما يتداوله البعض عن أنني موافقة على هذه الوثيقة، ولا أنا قر ما جاء فيها، أنا أرفض ما جاء فيها. لا وصاية على الكويتيين، وإحنا جينا عشان نعزز من الحريات، طبعا الحريات لا حدود معروفة، لكن الشعب الكويتي يرفض الوصاية، ولن أوقع على مثل هذه الوثائق، هذا أقولها الحين،
لكن بالتفصيل بالندوة راح تشوفون رأيي بالتفصيل. وأعيد وأكرر، لا حسابات لي حتى هذه اللحظة، أي حساب يجب أن يطلع صوت وصورة وأقول لكم هذا الحساب، ولم أدلي بأي تصريح لأي صحيفة، وأتحدى من ينقل هذا الكلام، وإلا سأتخذ الإجراءات القانونية وأقدر أطالب بتعويض. أشكركم، أتمنى لكم التوفيق للجميع طبعا، وأشكر الجميع وأقدر كل هذه المواقف، وإن شاء الله تأتي كلنا لقاء يوم السبت. بس أخلص الإجراءات راح أعلن عنها وأعلن عن مكان الصالة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.